المحيط مليء بالكائنات الصغيرة، هل تريد أن تلقي نظرة معي؟ أنا طبيبة المحيط ميو ميو، إنقاذ المحيط، هيا بنا! لا يستطيع الصوت تعون الناسك أن يتحرك. صخرة على السلطعون الناسك، يجب أن نساعده. يحتاج السلطعون الناسك إلى صدفة مثل هذه، هل يمكنك أن تساعده في العثور عليها؟ السلطعون الناسك سعيد الآن، شكرا لك. السلطعون الناسك جائع، هيا نطعمه. حيوانات المحيط، سنحميكم. يبدو أن السلحفاة تعرضت للأذى. جيداً، أكلت السلحفاة شيئاً قذراً وتعرضت للتسمم، نحتاج إلى إنقاذها. لقد تم إنقاذ السلحفاة. تبدو السلحفاة جائعة، هيا نطعمها الكثير من أعشاب البحر. يا حيوانات المحيط، سنحميكم. من الذي في ورطة؟ سمكة النفاق عالقة، نحتاج إلى إنقاذها بسرعة. هناك الكثير جدا من القمامة العالقة في سمكة النفاق، هيا ننظفها. اضغط على سمكة النفاق، ساعدها على إخراج الهواء. تم إنقاذ سمكة النفاق. سمكة النفاق جائعة، هل يمكنك أن تطعمها؟ حيوانات المحيط، سنحميكم. ما مشكلة الحوت؟
أكل الحوت الكثير من القمامة. نحتاج إلى تنظيف معدته. ساعد في إخراج القمامة من معدة الحوت. الحوت نظيفة، إنه بصحة جيدة الآن. الحوت جائع، يريد أن يأكل كثيرا. حيوانات المحيط، سنحميكم. ما مشكلة بطليونوس؟ فعلت قمامة كثيرة إلى صدفة البطليونوس. مطلوب أن نساعد. البطليونوس على ارتداء ملابسه. البطليونوس جائع، هيا نطعمه.